أهلا بكم من جديد. هل ما زالت الأمراض النفسية تسبب حرجا للمريض؟ وما هي أكثر الأمراض النفسية الشائعة في السعودية؟ سنتعرف على ذلك في هذه الفقرة، لكن مع زميلتي خلود الجابر من الرياض. مساء الخير من جديد خلود. مساء النور ميسا حبيبتي. فعلا، لكن قبل أن نناقش مع ضيفنا الأمراض النفسية ونسبة انتشارها، نتعرف أولا على ملتقى الاستشارات النفسية الذي أقيم في هذا في الرياض. نشوف التقرير ثم نعود إليكم. أقيم ملتقى الاستشارات النفسية في فندق فور سيزون الرياض برعاية معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم، والذي أناب عن معاليه الدكتور منصور الحواسي. كما تم تكريم أبرز المشاركين في هذا الملتقى من قبل الدكتور الحواسي بسبب جهودهم المبذولة لرعاية المرضى النفسيين واهتمامهم بالمرض النفسي والثقافة النفسية. الحمد لله الحضور كان رائع جدا بأبعد المقاييس، ذلك يدل على اهتمام يعني المجتمع بالطب النفسي والمرضى النفسيين. ويهدف هذا الملتقى إلى توثيق حقوق المصابين بالاضطرابات النفسية، بحيث يتعرضون إلى انتهاكات واسعة وإهمال كبير، كما يتعرضون للوصمة والتمييز مما يجعلهم عرضة للنبد وفقدان الرعاية. ملتقى الاستشارات النفسية بصراحة حدث عظيم جدا، أنا شخصيا سعيدة به وأصريت أحضر حتى لو مش مع العيادات، كنت هاجي لوحدي، لأنه بيوعي المجتمع بفايدة الطب النفسي وإيه اللي احنا بنعمله للمرضى والأسرهم وإيه اللي ممكن يستفيدوه لو سمعوا من متخصصين. بالنسبة لهذا الملتقى بتاع الاستشارات النفسية، أنا شايفة إن هو بيوعي الأسر إزاي يتعاملوا مع المرضى. وأخيرا، فإن تعزيز الصحة النفسية لا يمكن أن يتحقق دون وجود شراكة حقيقية بين مختلف المؤسسات والقطاعات ودعمها بالأنظمة والتشريعات، فلا صحة بدون الصحة النفسية. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني. طبعا أعزائي المشاهدين، شفنا التقرير وشفنا الملتقى الرائع الذي أقيم في الرياض، لهذا نرحب بالأخصائي النفسي الإكلينيكي وليد، الدكتور وليد الزهراني. نورتنا دكتور وليد. نور أيامك، كل الشرف. فتبغى أن أناديك دكتور ولا أستاذ؟ أستاذ، لسه الدكتوراه إن شاء الله. إن شاء الله تأخذ الدكتوراه بإذن الله، ما دام إحنا في أولنا لك. يعطيك العافية. نبغى لمحة بسيطة ومختصرة عن الملتقى اللي أقيم في الرياض. الملتقى طبعا يقيم في الرياض، الملتقى الاستشارات النفسية هو ملتقى يهدف إلى تعريف مثلا عامة الناس عن الأمراض النفسية أو عن دور الاستشارات النفسية، تقدم لدعم الناس اللي عندهم مشاكل نفسية أو أمراض نفسية وما شابه. يعني للأسف أن الثقافة نحو المرض النفسي أو نحو العيادات النفسية أو نحو الاستشارات النفسية، الثقافة تعتبر جدا يعني ضحلة، وهذه كمان في ذيك الثقافة يعني الواضحة، يعني الناس حتى في العلاج النفسي ما يعرف وين تتجه فيه، يعني هل تتجه مثلا العلاج النفسي وين المكان الصحيح للعلاج النفسي، أو وين من الشخص اللي حيفيدني في العلاج النفسي سواء كان معالج نفسي أو دكتور دوائي. فالملتقى هذا حيوضح لعامة الناس اللي هي فكرة العلاج النفسي، إيش الخدمات اللي ممكن يقدمها العلاج النفسي، إيش الشغلات ممكن يطورها في الشخص، إيش الشخص ممكن ينميها في الشخص. ما هو نوضح للناس فكره علاج النفسي ما هو مقتصر بس علاج مثل ما ياخذون مثلا الناس عن في المسلسلات او بالافلام انه علاج المجانين فقط لا غير، اوكي؟ أيوة. وصار موصوم بالوصمه هذه. يعني الملتقى اختصر انه بين انه لا نخجل. نعم. من العلاج النفسي. نعم. انه كل انسان عنده مشكله نفسيه، انا ابغى نكسر الظاهره في العيب هذه، انه ما الانسان يجي العلاج النفسي مو عشان سن المرض يعني شيء يبغى يعالجه، ممكن يبغى يطور في شخصيته، يبغى يطور في نفسيته. فطبعا المعالجين النفسيين دورهم وهدفهم وهدف وجودهم في العيادات النفسيه وغيرها في المستشفيات غير واضح للناس، فالملتقى هذا يوضح للناس انه ايش دور المعالج النفسي، ايش الخدمات اللي ممكن يقدمها، ايش الخدمات اللي ممكن يفيد فيها، فيبين ان العلاج النفسي مش ظاهره يخجل الانسان منها او يستعين منها، بالعكس ظاهره صحيه جدا لتجديد نفسيه الشخص، وبالتالي ممكن لو كان عنده عيوب او نقاط سلبيه في شخصيته يحاول يغيرها في نفسه، مش عيب. يعني ممكن يكون انسان خجول، يصير انسان جريء، انسان عصبي، يصير انسان هادي، هذه ما هي امراض نفسيه، هذه مشاكل داخليه. صح. يعني لازم تتطور في الشخص، بس الانسان مش مستوعب ان عنده مشكله، لا يبغى لها حل ويبغى لها علاج.
طيب استاذ وليد، في نفس الملتقى كان في لقيتوا يعني تفاعل، لقيتوا ناس فعلا ما شاء الله تبارك الله لجأوا للدكاتره زي ما احنا شفنا في الملتقى، كان في عده من الدكاتره ما شاء الله تبارك الله. الملتقى يعني وضحنا في كثير من الناس حضر اللقاء هذا من عامه الناس وحتى المختصين، الهدف منهم انهم يعني يتنوروا ويفهموا ايش دور العلاج النفسي. جميل. وبعض الدكاتره اللي كانوا موجودين سواء كان مثلا كان في عمليه اللي هو تقسيمات كذا معينه في العيادات معينه موجوده، بدات الناس تلجأ لهم، الناس تسال، حتى في كان قسم خاص بالادويه النفسيه، الناس تسال ايش دور الادويه هذه، ايش فائدتها، ايش تسوي، يعني الناس تبغى تفهم وتبغى تتنور في الموضوع هذا. طيب. فالملتقى هذا ميزته انه يبين للناس فكره العلاج النفسي الصحيح، يبين للناس ايش اهداف العلاج النفسي، يبين للناس ان علم النفس او العلاج النفسي هو علم انساني قبل ما يكون اي يعني هدف، يكون اي وراء اي هدف يستغل من وراء. طيب استاذ وليد، وجهه نظرك، انت عارف الفتره الاخيره زادت الطلبات الاستشارات النفسيه، في وجهه نظرك يدل على ايش هذا؟ هل يدل انه بدا المجتمع انه يكون جريء مع نفسه وانه يبغى يعالج نفسه او عده اسباب؟ السبب الاول، اول شيء الثقافه النفسيه بدات تظهر شوي، يعني بدات الناس تفهم عن الامراض النفسيه من خلال مثلا الانترنت، وبدات الناس تستكشف انفسها. فلما تشوف مثلا مشاكلها ومثلا تدخل على النت على بعض المواقع وتجرب على نفسها بعض المقاييس النفسيه، يتضح عندهم خلل نفسي ومشكله نفسيه، فزيد عندهم الثقافه وبالتالي الرجوع للعيادات. الحاجه الثانيه، كثره الضغوط النفسيه في المجتمع عندنا هنا، كثره الضغوط النفسيه، الضغوط الماديه، الضغوط الاقتصاديه، الضغوط الحياتيه، هذه كمان عطتهم دافع انه ممكن يلجوا للعياده النفسيه. الحاجه الثانيه، فقدان المهارات، يعني في كثير من المهارات صراحه في عند كثير من البشر غير موجوده، مثل المهارات مثلا الاجتماعيه، مهارات التعامل مع النفس، التحكم بالغضب، السيطره على الغضب، التخلص من المخاوف، تحدي الوسواس، مهارات حتى المهارات الزواجيه، كيف اتعامل مع زوجتي، كيف اتعامل مع هنا، هذه فنيات او مهارات كثير من الناس مو عارفتها، الناس بدات تلجا عشان تتعلم هالمهارات، نلاحظ انه في مشاكل قاعد تحصل او قاعد تصير. والاغلبيه طبعا نتكلم مثلا عن فئه اخرى في العلاج النفسي، فئة مثلا مدمنين المخدرات، وفئة مثل الامراض المزمنه زي مثلا الايدز، مثلا زي امراض السرطان، هذه دائما يحتاج الى دعم نفسي. هذه طبعا عندكم انتم مقسمينها طبعا على فئات، يعني إيه على حسب الهدف، ان في كل انسان له مشكله نفسيه في له هدف معين، ممكن الايتام ممكن تلقى عنده مشكله معينه مثلا فقدان الوالدين، ولما يكبر يتاثر نفسيا اكثر ما يتاثر وهو صغير، يعني لما يعرف ان الانسان يتيم، هذا مثلا مشكله نفسيه، مريض الايدز مثلا له تاهيل نفسي معين، مدمن المخدرات له تاهيل نفسي معين، فاحنا نبين للناس ايش فائده العلاج النفسي وايش الشريحه اللي ممكن يخدمها. طيب استاذ وليد، تقدر تحصينا او تعطينا العدد او النسبه للسيدات اللي الفتره الاخيره احنا بنشوف سيدات كثير المقبلين على العيادات النفسيه اكثر من الرجال؟ والله نسب كبيره، يعني لجوء السيدات للعيادات النفسيه نقدر نقول انها حتى مو ذيك النسب الكبيره، لكن في لجوء كبير بالنسبه لهم. ليش الموضوع هذا صار؟ لعده امور، اول شيء ممكن الكبت النفسي تعاني منها المراه في المجتمع السعودي، هذا من اهم الاسباب. عدم وجود بدائل للمراه يعني في المجتمع عندنا، المراه مظلوم حقها في المجتمع، يعني سواء كان وظيفيا، ترفيهيا، في اي حاجه كانت، يعني المراه من المجتمع مكانها البيت. فطبعا هذه الصوره هذه اللي صارت للمراه، يعني مع ان المراه بدات تتحرر من صح، مو انا كنت بسالك اقول لك بعد حتى بعد التطور هذا ليش زادت النسبه؟ تواجه ضغوط، يعني في ضغوط عليها، انت عارفين بالنسبه خلينا نقول مثلا المراه متزوج عليها ضغوط من كل شيء، حتى مثلا تلقيها موظفه وعندها اولاد، عندها زوج، عندها يعني كميه الضغوط هذه تسبب لها نوع من التوتر والقلق والاحباط والكابه النفسيه، وبالتالي ما عندها مفهوميه كيف نتعامل مع الضغوط هذه، تتراكم عليها لين ما نوصل لمشكله نفسيه، سواء يعني حتى من الملاحظه على المراه، يعني من خلال العاده النفسيه، انه اكثر ما تطيح فيه مثلا مرض الاكتئاب النفسي. صح. المكتئبه. بعض الفتيات مثلا تلقى صغار مثلا ما هو مثل الشاب، مثلا الشاب ممكن يطلع يروح يلعب بالكوره، ممكن يخرج من هنا يطلع من هنا. فعلا. الفتاه عندنا وين مكانها؟ مكانها اللهم في البيت، يعني هل عندها وسائل ترفيهيه؟ هل عندها مثلا مخرج تخرج فيه بحياتها، مثلا تطلع تتمشى، تطلع مثلا معها صديقات؟ لا، المراه عندنا حتى الان نظره اللي هي العيب، والمراه ما تطلع من البيت وما تخرج وما لها هوايات، ما لها نشاط، مكانها بيتها او بيت زوجها يعني. صح. الشيء هذا مثل لها ضغط نفسي، لما تشوف انها الحين في مجتمع في الوقت الحالي في حريه، في تحرر، في ناس مثلا بدات تطلع تخرج تروح تجي، وهي بتشوف نفسها مكبوته في البيت بين اربع جدران، اكيد حتسبب مشاكل نفسيه واضطرابات نفسيه. طيب ايش اكثر شيء او ايش اكثر الامراض الشائعه اللي تجيك من ناحيه السيدات والرجال في احنا في الملاحظه، يعني نتكلم من حيث السيدات، من اكثر الشغلات اللي ممكن نلاحظها من خلال النفسيه مرض الاكتئاب ومرض الوسواس بالنسبه للسيدات. أيوة. هذا من اكثر ما تعاني منه، طبعا الوسواس ممكن تجي من نوبه
ذعر او مخاوف نفسيه. أيوة. وبالنسبه للرجال كمان الاكتئاب نشوف انه موجود عندنا بس بعض المرات الاكتئاب يكون مصاحب لحالات نفسيه اخرى زي الخوف. أيوة. الوسواس، الرهاب الاجتماعي. ومن اكثر الامراض النفسيه ممكن نلاحظها يعني الفتره الاخيره لجوء الناس للعياده النفسيه اللي هو الوسواس بالنسبه للرجل، الوسواس والخجل الاجتماعي. يعني في أيوة. طبيعه التنشئه الاجتماعيه كطبعه كرجل، يعني كطبعه كرجل مطلوب منه مواجهه المجتمع، مواجهه ناس، حضور اجتماعات، القاء قدام الناس، هذه مثل اشكاليه بالنسبه له انه المسؤوليه كلها على الرجل اكثر من المراه في المجتمع، يعني لأنه هو اكثر خروج واكثر اندماج مع المجتمع. وتعرفين ظروف التنشئه الاجتماعيه الخاطئه عند النص الصغر، ما في تنشئه اجتماعيه خاطئه، فيكبر الشخص هذا ويحس انه فقد مهارات اجتماعيه كثيره، ما هو عارف كيف يتواصل اجتماعيا، كيف يكسب علاقات، كيف يلقي كلمه قدام الناس، كيف يصلي في الناس، كيف يتكلم قدام مجموعه من الاخرين، كيف يحضر اجتماعات. النقص المهارات الاجتماعيه هذه تمثل نوع من التوتر والقلق النفسي اللي ينتج عنه مشكله الرهاب الاجتماعي او القلق الاجتماعي. ايوه. طيب جوك حالات من نفس نوعيه هذه الناس لكن العكس، مثلا بيواجه الناس بيعمل لكن هو مع نفسه بيجيك يقول لك انا ما عندي ثقه مع نفسي او اني انا تعبان مو عارف يشرح ايش الموضوع. موجوده الفئه هذه موجوده، هذا ترجع طبعا تلقى عنده مهارات اجتماعيه، عنده مثلا مقابل الجمهور، عنده مقابله ناس، بس عنده احباطات نلقاها من الطفوله. أيوة. لما نلقى معك في التحليل الشخصيه حبه نلقى مثلا في طفولته الاب كان تعامله جدا قاسي عليه، الاب دائما يهزئه قدام الناس، الاب دائما يتلفظ عليه، يستصغره. الاشياء النفسيه هذه تعكس على نفسيه الطفل، وبالتالي لما يكبر الطفل مع انه تلقى عنده مهارات وعنده سكيلز لكن ثقته في نفسه مهزوزه. لما نرجع نحلل في شخصيته في خلال مدرسه التحليل النفسي نشوف انه عنده مشاكل من الطفوله طفوليه ومخزنه في داخل العقل الباطن، واثرت على نفسيته لما بدا يكبر، بدا ينضج، بدا يستشعر فيها اكثر من وقت طفولته. طب استاذ وليد ايش رايك طب في الناس اللي بيلجوا للعيادات النفسيه لكن اللي اول ما بيدخل عند الدكتور النفسي بيكتب له على طول يعني على طول دواء، يعني انا ما ادري ايش وجهه نظرك، ايش بيكون الدكتور هذا تحت اي مسمى والله هذه شوف يعني اقول لك حاجه، الطب النفسي او الدكتور النفسي لازم قبل ما اوضح فكرتك هذه بس لازم اوضح حاجه بسيطه. الطب النفسي عندنا حاجه نتكلم عنها، في الطبيب النفسي الدوائي المتخصص فقط في صرف الادويه النفسيه. تمام. هذا زي طبيب اسنان مثل طبيب مثلا قلب مثلا، يعني يبغى يشوف الاعراض اللي عندك ويجلس معك خمس دقائق عشر دقائق يعطيك وصفه وتمشي. جميل. هذا طبيعه عمله كذا. النوع الثاني من الطب النفسي اللي هم المعالجين النفسيين المعروفين بالعلاج بالمعالجين بالعلاج المعرفي السلوكي. أيوة. تبع الجلسات النفسيه اللي فيها نتحدث مع الشخص ونتكلم معه ونحلل شخصيته ونعطيه تدريبات ونعلمه شويه اكسرسايز واشياء زي كذا. هذا الطب النفسي او هذا العلاج النفسي الصحيح المتعرف عليه عالميا. أوكي. احنا للاسف في السعوديه عندنا هذا الشيء قاعد يصير معانا، اول ما يجينا الشخص ما يدخل على المعالج النفسي اللي يحلل شخصيته ويشوف ايش عنده ما عنده، واذا كان عنده مشكله تستدعي استخدام ادويه قام حولوه للطبيب الدوائي. أيوة. عندنا هنا العكس، يدخل على الطبيب الدوائي، وبصراحه في بعض الاطباء الدوائيين ما يخاف الله سبحانه تعالى. يعني ممكن هدفه يكون مادي بحت، يكون هدفه استغلال هذا الشخص قدامه، لان يعني عندهم بعض الطب النفسي ما هو كلهم، في ناس كثير ما شاء الله عندهم امانه وعندهم ذمه وعندهم ضمير وعرفهم شخصيا وما شاء الله تبارك الله، لكن في بعض الاشخاص في الطب النفسي مروا علينا للاسف ممكن ما يجلس مع واحد خمس دقائق 10 دقائق عشان انه خاص يشتغل في عيادات خاصه عشان انه يجيب حاله بعده يجيب حاله بعده يجيب حاله بعده عشان الامر مادي. صح. وبعضهم يستغل، يعني انا جلست مع احد الطب النفسي للاسف عرفتي كيف، من جنسيه ما هي بسعوديه. جلست معاه من كلامه معايا عرفتي كيف، المريض النفسي وش دراه انه اصلا عنده مشكله، هذا يمديني استغله ماديا ما هو بدالي. يعني طيب انا قلت طيب انت جاي هنا هدفك معالج الشخص انسانيا ولا هدفك ماديا؟ قال والله انا جاي من بلدي هناك وانا الظروف الماديه صعبه ابغى احسن وضعي وارجع، انا يعني كل خمس سنوات عقد وارجع. يعني ايش اكثر من كذا استغلال؟ يعني هذا حرام، يعني الله سبحانه وتعالى بيحاسبك على الحاجه هذه، هذول امانه. لكن استرعاء الامانه في هالناس هذا والتعامل مع الانسان اللي عنده مشكله نفسيه انه بشر وانه انسان يستحق المعامله الانسانيه، تتعامله كاخ ما تتعامل معاه كانه جاي تستغله او حاجه بزنس مواراه، وهذا اللي قاعد يصير في عيادات النفسيه. وهذا للاسف الاكثر شيء اللي ساير، يعني لكن الناس لازم تفرق ما بين الطب النفسي الدوائي والطب النفسي عن طريق الجلسه النفسيه. انا كشخص عندي مشكله نفسيه ما اروح الجا الطب النفسي الدوائي في البدايه، الجا طب المعالج السلوكي. طب هو ما في هذا المسمى في المستشفيات، يعني بيجي المريض بيقول ابغى دكتور نفسي فهو على طول بيتجه للدكتور، يعني ما بيشرحون في طب نفسي دوائي وفي طب نفسي. ايوه. فبيدخل على طول للدكتور النفسي والدكتور النفسي هذا اللي بيكتب له، لان هذا اللي حاضر هذا الموجود. للاسف في هذه الثقافه النفسيه الموجوده حاليا، الثقافه النفسيه المعروفه الطب النفسي، الطب النفسي هو الطب النفسي اللي عن طريق الادويه النفسيه فقط لا غير، هذه ثقافه المجتمع. لكن الثقافه النفسيه الصحيحه متعارف عليها عالميا الطب النفسي حاجه طب نفسي عن طريق الادويه النفسيه، وفي علاج نفسي عن طريق الجلسه النفسيه او العلاج المعرفي السلوكي. انا اتوجه كان شخص عندي مشكله اروح للمعالج النفسي السلوكي، اذا شاف اني عندي استدعاء يعني انا ابدا معه بتدريبات نفسيه، اذا شفت انا ان بحاجه لادويه نفسيه زي ادويه قلق وتوتر ادويه اكتئاب ممكن احول. يعني هذه انت نصيحتك اللي تقولها للمريض او اهل المريض انه يوم يروحوا يتوجهوا نفس العياده. نعم. يقولوا نبغى الطب النفسي السلوكي
سلوكي. نعم. ما ابغى هذا الصحيح هذا صحيح وعطول المعالج النفسي السلوكي اللي عنده امان وذم وضمير لما يشوف الحاله مثلا يتعامل معها شاف انه بحاجه الادويه قمت تحولته حق الادويه بعد ما اشرح له الحاله فيعطيه دواء يناسب الاعراض حقه. جميل. هذا المفروض هذا الصحيح. طيب استاذ وليد يعطيك العافيه. ابغى اسالك كمان سؤال لكن قبل ما اسالك هذا السؤال اوكي للمرضى الناس اللي تعرف انت احنا الناس اطباق وانواع اوكي وفي كثير الناس يعني ظروفهم تعبانه تكون وبيكون عندهم حاله نفسيه واللي متعاطين واللي مدري هذول كيف بيلجوا كيف بيعالجوا نفسهم اذا كل الاغلبيه صارت انت عارف العيادات وكذا صارت بالدفع او يعني ماده يعني هذه المشكله شوفي يعني في الطب النفسي هل في استقبال لها ناس هيئوا الحين مهيئين يستقبلوا؟ والله قليل جدا الموجودين في الحاجه هذه فيها بعض العيادات قليل جدا لكن للاسف شوفي علم النفس هو يعتبر العلاج النفسي بس انا ليه سالتك هالسؤال اني انا سمعت انت استاذ وليد انت من النوع اللي بتستقبل الحالات اللي كذا واللي بتكون خصا فري يعني وانا اقدم مبادره من خلال برنامجكم أن أي حالة نفسية سواء كان يعاني من فقر أو يعاني من ضغوط مادية جدا صعبة أو يتيم أو فقير أو طالب جامعي ما عنده مصاريف مادية أنا أتكفل بعلاجه شخصيا مجانا من خلال برنامجكم هذه وهذه تعتبر بادرة لوجه الله سبحانه وتعالى وتعرف الإنسان يحتاج يعمل لشيء رب العالمين. جميل. فأنا هذه البادرة هذه أقدمها من خلال برنامجكم حتى ممكن الشخص اللي يحتاج من أي حاجة هذه ممكن من خلال حسابي في تويتر. جميل. أقدم له الخدمة هذه لوجه الله سبحانه وتعالى وشيء لله لكن اللي أبغى أشيد عليه أن علم النفس يعتبر علم إنساني قبل ما يكون علم يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي منهج وقدوه لنا في الحياه احنا نتعلم منه اساليب التعامل الكريم كويس انت جاوبت على السؤال اللي كنت بسالك يعني انا كنت بسالك انه لازم ننسى ان السيدات او اللي بناتهم بيخجلوا اذا كانوا تعب نفسي انهم ايش نصيحتك انه لا يخجلون ما في خجل يا اخي ما بعيب الانسان يطور يعني من نفسه لا يسكت على وضعه على ظروفه وعلى اغلاطه الانسان يتغير كلنا عندنا اغلاط انا عن شخص فكري ما كان عندي اغلاط او اشياء سلوكيه مثلا عندي اغلاط او اشياء سلوكيه لكن اعدلها من سلبي لايجابي ليش لا يعني عرفت كيف يعطيك العافيه استاذ وليد وخليك ربي واحنا استمتعنا أنا معكم النقاش هذا كان جميل ورائع وأوجه لكم سيداتي زي ما سمعتوا أستاذ وليد أي أحد فعلا محتاج تعبان نفسيا أو أي كان عنده تعب لا يخجل منه هذه نصيحة والنصيحة الثانية أنه أستاذ وليد مستعد في استقبالكم في أي وقت أوكي وعليكم الاهتمام بنفسكم والآن ننتقل إلى فاصل ثم نعود إليكم.